الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، وإذا جاء كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل من سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل كذلك نفصل الآيات، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم،
كتب ربكم على نفسه الرحمة وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم صدق الله العظيم. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم
قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله قل إني على بينة من ربي وكذبت به ما صدق الله العظيم. إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا
من ورقة
إليه
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم قل الله ينجيكم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق ملك المقامات ومحرك القلوب والقارئ الأكثر شهرة عالميا نقلت وأذيعت على مسامح حضراتكم
بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والإنارة لصاحبها المهندس عبد الهادي شبانة المقيم بقرية درويش مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة. أيها السادة، دقائق معدودة.